حددت المعارضة التركية بوضوح موقفها الرافض لإرسال قوات تركية إلى ليبيا أيا كانت الأسباب والمبررات التي تحدث عنها الحزب الحاكم. فالمعارضة ترى بأن إرسال القوات التركية سيدخل البلاد في نفق الصراع الليبي الداخلي، وهو الأمر الذي لا تقبله. وفي محاولة لإقناع المعارضة بوجهة النظر الرسمية، يلتقي وزير الخارجية التركي مع زعماء المعارضة باستثناء حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، إلا أن مراقبين يستبعدون نجاح مهمته في إقناع المعارضة. الشعب التركي أولا يرفضون هذا القرار بصراحة، والمعارضة لتكون صوتا للشعب التركي في البرلمان. وبصراحة يعني هنا يقولون المعارضة أن المصائب التي وردتنا من التدخل في شؤون سوريا الداخلية لم تنتهي. زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدارولو أعلن معارضته وحزبه لأي قرار من شأنه أن يؤدي كما قال إلى سفك دماء جنود الأتراك في الخارج، وطالب الحكومة التركية بعدم تكرار ما وصفها بالأخطاء التي حدثت في سوريا، وبالابتعاد عن انتهاج سياسة خارجية قائمة على دعم الإخوان المسلمين. ويتفق معه في هذا الموقف حزب الشعوب الديمقراطية الكردي وحزب الخير القومي المحافظ. مراقبون رأوا في هذه الصورة بأن الأمور ذاهبة نحو المزيد من التعقيد. الأوضاع صارت أكثر تعقيدا بالنسبة للحكومة التركية، بالنسبة لتركيا بشكل عام. على ما يبدو أن الحكومة التركية إذا لم ترسل قوات العسكرية إلى العاصمة الليبية، معناتها أنه سوف تفقد أو تخسر سيطرتها في هذه الأراضي. وزير الدفاع التركي من جانبه أعلن بأن القوات المسلحة التركية مستعدة لتولي المهام داخل البلاد وخارجها من أجل حماية مصالح وحقوق تركيا كما قال. تطورات تأتي على وقع استكمال التحضيرات من أجل الدعوة إلى جلسة استثنائية للبرلمان التركي في الثاني من كانون ثاني يناير المقبل، بطلب من الحزب الحاكم ودعم حزب الحركة القومية، بهدف التصويت بشكل مبكر على مذكرة التفويض التي ستخول الحكومة إرسال قوات تركية إلى ليبيا. أبرز الأسباب التي يرى مراقبون بأنها تقف خلف تعجيل التصويت في البرلمان التركي هي التطورات الداخلية في ليبيا مع تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه طرابلس، إضافة للتفاعل المتسارع على الساحة الدولية مع الملف الليبي، وهي أمور قد تعقد الأمر أكثر مع مرور الوقت أمام إرسال قوات تركية إلى ليبيا. على مصبحات لقناة الغد، إسطنبول.